على مستوى الوطني تم تعيين 1092 نقطة بيع مرخصة ومعينة بقرار ولائي، كل ولاية عندها قرار ولائي يعين عدد نقاط البيع ومكانها. فيما يخص ولاية الجزائر مثلا، عندنا تم تعيين 126 نقطة بيع، منها 13 مخصصة للموالين. تم هذا العام تجنيد 2000 طبيب بيطري من القطاع العام من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، وتجنيد كذلك حوالي 9000 بيطري خاص. يعني هذا إجراء جديد هذا العام إن شاء الله. تجنب يعني إتعاب الماشية، هذا من باب الدين يقول لك لازم الرفق بالحيوان، هذه واحدة. ثانيا 12 ساعة قبل يوم العيد، يوم قبل الذبح 12 ساعة على الأقل، ما نعطيوش الأكل للأغنام، نعطيو لهم غير الماء، نصوموهم وشنو نعطيو لهم الماء، وهذا ما يشكل حتى خطر على الماشية، ما تشيان ما تموت، باسكو هي 12 ساعة على الأقل، يا دو بريفيرونس واحد يروح ل 24 ساعة يوم الذبح. دونك تكون عملية الذبح في مكان، لابد نختاروا المكان يكون نظيف مزود بالمياه ويكون يعني محمي على أشعة الشمس على الغبار اتسيتيرا. دونك هذه النصيحة الأولى، دونك المكان يكون يعني مهيأ. عملية الذبح تكون سريعة، خاصة 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 عملية نزع الأحشاء، هذه هي المشكل الكبير، لازم تكون يعني عملية جد سريعة. ثالثا اللحم يخليوه في مكان يعني مهيئ مهوى، ويكون يعني في مضرب يعني مغطي ماشي برا، وما يتغطاش اللحم ما يغطيوش. ومن الأحسن العشية هذيك يتقطع ويندار في الثلاجة.